دار النصوص. يرى الأستاذ الدكتور ضرورة أن تكون النصوص أن لا تقتصر على جانب واحد، كأن تكون نصوص فورية فقط، لأن النصوص تقريب حسب رأي الأستاذ الدكتور أنها كانت تكون في مرة كل مرة أصيب في زكريا وغيرها. يرى ضرورة التنويع الإثراء، وأن تكون النصوص بعد ذلك يعني تعبر عن واقع المتعلمين، قريبة من واقع المتعلمين، عن قدراتهم المعرفية والثقافية، عن توجهاتهم، وبذلك تكون قريبة حتى تؤتي أكلها. ولذلك ثم بعد ذلك يجمع الحديث عن جزارة النصوص وضرورة أن يكون النص جزائري، لا يعني البتة القطع الصلة بنصوص أخرى، لأن يتهم الكتاب المدرسي في كونه يعني تحت عقدة التمشرق نسبة إلى المشارقة، الحضور القوي لأدباء المشارقة لقعصير للعقاد وغيرهما من الأدباء. قلت عدمان تحدثوا على ضرورة حضور النص الأدبي الجزائري حتى يكون قريب من المتعلم، فهذا لا يعني أن نقطع الصلة عن الأدباء الآخرين، عن العالم الآخر، خاصة يعني المشارق وما إلى ذلك. إذن أجدد شكري للأستاذ الدكتور، والآن الكلمة أحيلها لدكتور لعلى سعادة من جامعة بشكرة بمداخلة عنوانها سيمياء الاحتمال والموت والخطأ في قصيدة اللعن والغفران لعازمين إيهوبي، فليتفضل الدكتور. نشكر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد. شكرا سيد الرئيس. بادئ ببدء اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي، وأنا سعادة بوجودي في هذا المحفل العلمي الذي أتاح لي الفرصة للالتقاء بالعديد من الأصدقاء والزملاء في المهنة، وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن جودي، الأستاذ بجامعة 8 ماي 45 بمدينة دالما. هذا الأستاذ الصديق الأخ الزميل جمعتني به ظروف العمل في جامعة بسة، وافترقنا منذ أكثر من عقد من الزمن، وها نحن اليوم نلتقي في هذا المحفل العلمي وفي هذا الملتقى، وقد سمي ملتقى لأنه يلتقي فيه الأصدقاء والأحباب والزملاء والطلبة والباحثون. وأرحب كذلك بكل الأساتذة الأفاضل الزملاء وكل المنظمين والطلبة، وأشكر كذلك القيمين على هذا الملتقى العلمي الذي أحسن تنظيمه، وخصونا بحفوة الاستقبال، وما ذلك بغريب على هذه أو أهل هذه المدينة الطيبة المضيافة التي قدمت قوافل من الشهداء في كل مسار الثورة التحريرية، وقبل ذلك في حوادث 8 ماي 1945. إذن دون إطالة فقط أريد أن أصحح عنوان المداخلة، هو سيمياء الموت يعني بحذف الاحتمال والخطأ من العنوان. إذن نظرا لاتساع الموضوع باتساع هذا العنصر وحده الموت، ف
فلذلك ارتأيت الاكتفاء بهذا العنصر وحده في تحليل هذه القصيدة. إذن سياء الموت في قصيدة اللعنة والغفران لعز الدين ميلو. تبطئ فقط سوف أتحدث قليلا عن هذا العنصر وهو الموت الذي يعتبر نقيض الحياة، وله تسميات عديدة، منها هازم اللذات ومفرق الجماعات وقاهر المخلوقات، ويقال له المليت أيضا. والموت من الفواجع أو الحوادث التي تسبب للإنسان آلاما نفسية وأحزانا قد تعمر في النفس سنين طويلة، وقد تؤدي حادثة الموت إلى الموت وقد فطر الإنسان على الخوف من الموت والفرار منه ما استطاع، لكن لا أحد يتجاوز أجله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة آية 8: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال أيضا في سورة الملك الآية 2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وإذا كان الموت حقيقة كما نصت على ذلك الكتب السماوية، فهل يؤمن الإنسان به؟ وكيف ينظر إليه الشعراء والمبدعون؟ وما هي المحمولات الفكرية والفلسفية والعقائدية التي ينطوي عليها؟ سوف نتعرض للتعريفين اللغوي والاصطلاحي للموت، لأنه في كل لحظة يقدم لنا نفسه ويكشف عن هويته ويكشف عن هويته في كل مكان يتخطف فيه الأرواح ويفجع فيه النفوس ويخلف فيه الأحزان والأطراح. وما يهمني في هذه الدراسة هو تقديم قراءة له الموت في قصيدة اللعنة والغفران لعز الدين ميهوبي، والكشف عن دلالاته المختلفة. أبدأ أولا بالحديث بإيجاز عن الموت في الفكر الفلسفي الغربي. فالغربيون لم ينكروا مسألة الموت أو وجوده رغم اختلافنا معهم في العقيدة، بل اعتبروه القوة الوحيدة التي لا يمكن التصدي لها، وهو النهاية الحتمية التي سيؤول إليها الإنسان مهما طال عمره ووجوده في الحياة، واعتبروه ذروة الحياة وقمة اكتمالها، بوصفه آخر المحن التي يتعرض لها الإنسان وأشدها قسوة والاختبار الحقيقي لقيمته. لقد كانت لفلاسفة اليوناني نظرة عميقة إلى الموت. فهذا أفلاطون يرى أن الموت يحرر النفس من الجسد كما لو كانت سجينة، وبوسعها الهرب عند الموت واستعادة ألوهيتها أي الخلود. أما سقراط فيرجح أن الموت أفضل من الحياة، يقول في هذا الصدد: لكنني أشير أيها السادة إلى أن الصعوبة ليست جمة في الهرب من الموت، لكن الصعوبة الحقيقية هي في تجنب ارتكاب
الخطأ. غير أن تلميذ أفلاطون يخالف رأي أستاذه، فقد جعل النفس مبدأ الحياة، وهي للجسم الحي بمنزلة الصورة والطبيعة لغير الحي، أي إنها مبدأ الأفعال الحيوية على اختلافها، وهي ذات ثلاثة مستويات: النفس النامية، النفس الحاسة، والنفس الناطقة. وهكذا ينتقل أرسطو من خلود النفس كما طرح أفلاطون إلى خلود العقل، لأن العقل لا يفنى بل يطلق سراحه، ولأن الجزء الإلهي من الإنسان يعاد امتصاصه عند الموت فيرتد إلى مصدره الأصلي. العديد من الفلاسفة الغربيين أدلوا بدلوهم في مسألة الموت، فالرومانسيون مجدوا الموت واعتبروه أفضل شيء للهروب من هذا الوجود البائس. أما باسكال فيرى أن أفضل ما في هذه الحياة هو الأمل في حياة أخرى عبر بوابة الموت، ويتفق مع هذا الرأي ليبنيتز الذي يرفض الفناء النهائي، ويرى أنه ما كان لكائن حي أن يفي تماما بل عفوا أن يبقى تماما، بل هناك تحولات فحسب. وعلى الرأي نفسه تقريبا ذهب سبينوزا، لكنه ركز الوجود على العقل، والوجود برأيه لا يفنى لأن العقل البشري لا يمكن تدميره بصورة مطلقة، وينفرد هيجل برأيه في كون الموت تصالح الروح مع ذاتها. غير أن شوبنهاور يرى أن الموت هو الهدف الحق للحياة، ويأتي رأي فويرباخ ألماني ليبدد المخاوف من الموت بحثه على أن تعاش الحياة بكامل امتلائها رغم الموت. الموت حدث أو حدث فناء وزوال، يبقى الموت حدثا غامضا كالليل، يتبثر بالسواد ويتلفع ويتقنع به حتى لا يرى أحد ملامحه. يدرك الموت، الضمير يعبر عن الموت، يدرك كل المخلوقات، يداه تحملان ما لا يحصى من الكؤوس، من من مد إليه يده ليسلمه الكأس وما حاوت، لا يملك لنفسه الرفض والامتناع. أما الموت في الفكر الصوفي الإسلامي، فيرى الفلاسفة المسلمون أن حقيقة الموت ما هي إلا تغير حال فقط، وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد بخروج الجسد عن طاعتها، فإن الأعضاء آلات للروح تستعملها. الموت إذن جسر يعبره الإنسان لينتقل من دار يعرفها وتوصف بالفانية وقضى فيها عمرا مكتوبا إلى دار توصف بالباقية لا يعرفها، رغم أنه رسم ملامحها في الدار الأولى. فالموت شر أو خير لا بد منه. أما المتصوفة المسلمون فقد اعتبروا الموت وسيلة لترويض النفس وإبعادها عن هواها حتى تعود من غيها إلى رشدها وتقواها، لتزكو وتصير نفسا تقية ورعة نورانية حبيبة إلى الله خالية من الشوائب، ثم إنها تكون نفسا مطمئنة ترجع إلى ربها راضية مرضية، وتكون الجنة لها المأوى. وصنف المتصوفة الموت إلى عدة أقسام: موت أبيض، أشرح قليلا هذه الأنواع باختصار وبإسهاب. بالنسبة للموت الأبيض يعني الجوع، بمعنى أن تذاق النفس الجوع، لأن النعمة كما يقال تبتر، والنفس إذا
شبعت أو البطن إذا شبعت نسيت كل شيء، ونسيت الله ونسيت العبادة ونسيت كل شيء. النوع الثاني يسمى الموت الأخضر. الموت الأخضر يعنى أو يعني لبس المرقع من الثوب وعدم لبس ما يثير أو ما يظهر الثرى والغنى ويثير التكبر كذلك في النفس، لأن الإمام علي بن أبي طالب قال أو فيما يقول أو في معنى قوله ألبس القصير فإنه أنقى وأتقى وأبقى، أنقى وأتقى وأبقى. النوع الثالث في حسب المتصوفة موت أسود، وهو الصبر على الأذى من الخلق، الصبر على الأذى من الخلق، الصبر على الإساءة وما إلى ذلك. كذلك النوع الأخير يسمى الموت المعنوي، وهو عدم الإصغاء إلى الذات والأهواء والميول والرغبات. الآن أدخل إلى الموت في قصيدة اللعنة والغفران. وبالنسبة للمقاربة السيميائية تهتم كثيرا بمقاربة العنوان ومقاربة غلاف المجموعة الشعرية أو الغلاف الذي كتب فيه عنوان. سأبدأ أولا بمقاربة صفحة الغلاف. هذه المجموعة الشعرية اللعنة والغفران لعز الدين مهوبي. سأقرأ هذه الصورة، وأقدم واجتهد ليقدم قراءة لهذه الصورة، فأقول: عمق الصورة كما لاحظنا جميعا موشح باللون الأسود. هذا يدل على أن الأزمة التي كان يعيشها الوطن ويتخبط فيها كانت عميقة وكانت كبيرة. ثم نلاحظ أن مصمم الغلاف، ولسنا ندري من قام بتصميم الغلاف، هل هو الشاعر نفسه أم هم التقنيون الذين يشتغلون في دار النشر. على كل مهما كان الأمر فإن للمبدع يدا في هذا التصميم. نلاحظ أن الكلمتين اللعنة والغفران كتبتا بخط بارز وباللون الأبيض. وهنا نتساءل لماذا كتبتا باللون الأبيض، ثم توسطتهما واو العطف وتوشحت باللون الأحمر، هي الوحيدة التي رسمت باللون الأحمر. اللعنة والغفران، اللعنة تعني الطرد من الرحمة، والغفران كلمة الغفران تعني نقيض اللعنة. إبليس عليه اللعنة مطرود من رحمة الله، والمسلم أو المؤمن يطمع في رحمة الله وفي أن تغفر ذنوبه. ولذلك يجلس الإنسان وعدوه إبليس على طرفي نقيض. فاللعنة لمن يستحقها، لمن خرج عن الطاعة، ولمن ارتكب الكبائر،
ولمن خرج عن طاعة الله عز وجل، والغفران لمن استقام واهتدى وسار على الطريق السوي وعلى الدرب السوي. وبين هاتين الكلمتين كما قلت واو مرسومة باللون الأحمر. هذه الواو المرسومة باللون الأحمر واو عاطفة عطفت كلمة الغفران على اللعنة، اللعنة التي حلت بالوطن أيام التسعينيات والعشرية السوداء كما تسمى. هذه العشرية التي كانت وميزها الدم وميزها الحزن والأسى، ولذلك فإن الوطن كان بين اللعنة وبين الأزمة وبين الأزمة وبين الضياع وبين الهاوية وبين النهوض والارتقاء والنهوض إلى الحياة مجددا. نلاحظ أيضا أن اسم الشاعر عز الدين ميهوبي كتب في أعلى الصفحة بالخط الأحمر أو باللون الأحمر، ولكن ببروز أقل من حجم خط العنوان اللعنة والغفران. ربما نتساءل لماذا رسم اسم الشاعر باللون الأحمر في حين رسم العنوان باللون الأبيض. الشاعر رسم اسمه باللون الأحمر لأنه كان يعيش هو أيضا وسائر الشعب الجزائري في حالة نفسية صعبة، هو كسائر الجزائريين كان خائفا وكان خائفا على هذا الوطن من الزوال ومن الاندثار ومن الموت، ولذلك فحالته لم تكن مستقرة، وكان أشبه ما يكون في صفيح ساخن أو في كومة من الجمر المتوهج. نلاحظ أيضا في وسط صفحة الغلاف نلاحظ حمامات بيضاء تحلق بأجنحتها وبامتداد، وكذلك متصلة ببعضها البعض لمحاولة الوصول إلى نقطة حمراء على الصفحة. هذه الحمامات البيضاء ترمز إلى السلام، ترمز إلى الأمن والطمأنينة، وهذه الحمامات تسعى للوصول وهي متماسكة فيما بينها إلى هذه النقطة الحمراء عن الصفحة، وهي نقطة الدم التي ترمز إلى نقطة الدم التي كانت تمطر لعنة أو لعنات على هذا الوطن من أجل أن تزيح هذه النقطة من الوجود أو من هذا الفضاء، وبالتالي تنجلي سحابة اللعنة. وفي أسفل وبين اللعنة والغفران وهذه الحمامات البيضاء ترتسم كلمة شعر تدل على التجنيس الأدبي، أي أن هذه المجموعة تنتمي إلى الشعر وليس إلى النثر. وفي أسفل الصفحة نلاحظ هذه الألوان الثلاثة، اللون الأبيض والأحمر والأخضر
وهي ألوان الراية الوطنية، ألوان الراية الوطنية التي تبقى دوما وأبدا متجذرة، وتبقى هذه الراية دائما خفاقة ودائما مرفوعة ودائما مرفرفة وسوف لن تسقط أبدا. فقط إن أذن لي السيد الرئيس أقرأ فقط مقطعا من هذه القصيدة التي أعتبرها واحدة من قصائد عيون الشعر الجزائري في العصر في عصرنا هذا. يقول الشاعر: ربما أخطأني الموت، ربما أجلني الموت لشهر أو ليوم، كل رؤيا ممكنة، ربما تطلع من نبض حروفي سوسنة، أنا لا أملك شيئا غيركم، وبقايا حروف تورق في صمت الدم المر حكايا محزنة. ربما أخطأني الموت فطارت من شفاهي لعنة اليوم البوم عفوا فطارت من شفاهي لعنة البوم وطارت أحسنة. لست وحدي، افتحوا صدري وقولوا مثل ما قال علي بابا لسمسم: افتح الباب. سأفتح وطني المعقود بالجنة، بالجنة يذبح. ربما أخطأت حين اخترت للشمس مدارا في عيوني، ربما أخطأت حين اخترت للأرض طيورا وفراشات وظل الزيزفون، ربما أخطأت حين اخترت للأحرف نبضا من جفوني، ربما أخطأت، لكن هل رأيتم وطنا يكبر دوني؟ وفقدت دقيقة واحدة سيد الرئيس، دوما التمس منك العذرة. أحصيت فقط أخيرا، أحصيت عدد المرات التي توترت فيها كلمة الموت في هذه القصيدة، قصيدة اللعن والغفران، وجدتها تواترت أو ترددت 7 مرات بعدد أيام الأسبوع. معنى ذلك أن الموت كان يتخطف أرواح الجزائريين أيام العشية السوداء وأيام في تلك الأيام الحالكة 7 أيام على 7 أيام. وبالنسبة أحصيت كذلك عدد المفردات المرادفة للموت، فوجدتها 30 بعدد أيام الشهر. معنى ذلك أن الموت يتخطف الجزائريين وأرواحهم أو أرواح الجزائريين كل أيام الأسبوع وكل أيام الشهر. ختاما هذه القصيدة في الحقيقة لم يسعفني الوقت لقصره على إنهاء تحليل عنصر الموت سيميائيا فيها، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، شكرا لكم سيد الرئيس على كرمكم، وشكرا للجميع مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للدكتور نعلة سعادة على حسن الإلقاء، وقبل ذلك شكرا على القراءة الكلمة والمداخلة الكلمة التي يعني كانت حول سيمياء الموت. ركز فيها الدكتور على الغلاف، على العنوان، ولعل العنوان الغلاف هي العتبة الأولى للنص، فقام بقراءة النص سيميائية من خلال الألوان، من خلال الرموز، من خلال الحمامة وغيرها من وما تحمله في الواقع من دلالات كثيرة. المؤكد أن لها صدى في النص،
لأن العنوان اعتبر أن القصيدة الجيدة هي التي نجد لها صدى في النص. شكرا مرة أخرى. لكن فقط والأستاذ والدكتور يذكر أنواع الموت، ذكر الموت الأبيض اللي هو رمز الجوع والموت الأخضر للباس المرقع، كنت أخشى أن يذكر اللون الأحمر فيتشكل العلم الوطني وبالتالي يكون رمز الموت. الحمد لله أنه جاء اللون الأسود بدل من اللون الأحمر الذي يدل على الصبر، فصبرا جميلا أيها الحضور الكرام. الآن أحيل الكلمة إلى الدكتور مدان الزيقان من جامعة سوهراس ليقدم مداخلته بعنوان منامات ركن الدين محمد بن محرز الوهراني من تقليدية النمط إلى فضاء التجاوز. فليتفضل الدكتور مشكورا. تفضل سيدي. وهو عصر الانتقال من الدولة الفاطمية إلى الدولة الأيوبية.
معنى صاحب هذا العصر من تحولات عميقة سياسية ومذهبية واجتماعية. انتهج أبو الدين بن محرز الوهراني في المنام الكبير نهجاً جديداً، فهو وإن بدا فيه متأثراً بأشكال السردية التي عرفها العصر، إلا أنه اختلف عنها بعدد من الخصائص من حيث التناول والرؤية وأسلوب الكتابة. ومن ثم فإن هذه الدراسة تركز على تبيان مظاهر التفرد والتجاوز في المنام الكبير قياساً إلى السائد في ذلك العصر. أولاً، النمط السردي السائد في عصر الوهراني. نعرف جميعاً أن الفنون النثرية قد ازدهرت في العصر العباسي واتسعت موضوعاتها وتنوعت أساليب الكتاب ومذاهبهم الفنية في الكتابة الفنية. وتعد الفنون السردية من ألوان النثر التي ذاع صيتها وزاد اهتمام الأدباء بها، فقد عرف القرن الرابع الهجري والذي يليه ظهور فن المقامة على يد الهمداني ثم الحريري بتأثير تراكمي من العهود السابقة. لم تتشكل المقامة العربية بمعزل عن التطورات الأدبية التي شهدتها القرون العربية الأولى، إنما كانت تلك التطورات خاصة منها في مجال السرد هي المحور الذي ترعرع فيه المقامة وظهرت خصائصها وسمتها فيها. ولكن المقامة كلون مبتكر وقفت ملامح الموروث السردي التي سبقتها أو عصرتها تغليفا جديدا. تنهض المقامة على عدد من المقومات الفنية المعروفة كالاستهداف السردي والراوي الذي يسرد حكاية ذات حبك فني متماسك، وتدور أحداثها التي يرويها راوي حول بطل ينجز الأفعال وتنتهي بموعظة أو طرفة، ويعرض على أسلوبها توظيف ألوان البديع المختلفة التي تمسج. كما عرف القرن الخامس الهجري أيضا وهو لون سردي على يد كل من ابن شهيب الأندلسي وأبي علاء المعري، وهما رسالتا التوابع والزوابع ورسالة غفران، وهما رسالتان أدبيتان استلهمتا مفهوم الرحلة إلى العالم الآخر، واتكأت كل واحدة منهما على الموروث الديني الخاص بمرويات الإسراء والمعراج. يهدف الأول إلى الوقوف على سر جاهلية بعض الشعراء والأدباء باللقاء معهم، ويهدف الثاني إلى معرفة مصائرهم في الآخرة، ويقوم فيها البطل الذي يبتدئ نفسه راوياً بوصف فعل أنجزه أو شاهده. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن القرن السادس الهجري عرف بروز عالمين من أعلام الكتابة الفنية في تلك وفي ذلك العصر، هما القاضي الفارضي والعماد الأصفهاني، وهما أديبان ينتميان إلى مدرسة فنية تكاد تكون خصائصهما واحدة، تقوم على الحرص على السجع والتوسع في باقي الفنون البديع بل الإغراء فيها أحيانا. وقد كان القاضي الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبي وكاتبه، وقد بلغ من فن الكتابة والتجويد ما لم يبلغه أحد في عصره. أما العماد فهو نائب الفاضل في ديوان الإنشاء، وأصبح الكاتب الثاني في الدولة الصلاحية بعد القاضي الفاضل، وكان العماد أيضا أديبا كبيرا. فهما من أكثر الأدباء شهرة بين الناس وحظوة لدى السلطة السياسية في تلك الفترة. إذن هذا هو المناخ الأدبي السائد الذي وجده الوهراني قبل وصوله إلى بلاد المشرق قادما من المغرب. أما ما كان يقومه من هذه الرحلة إلى بلاد المشرق، فيروي عن نفسه أنه كان يبغي حظوة لدى أهل السلطان، لكن المقادير لم تجري بما كان يمني نفسه به. يقول في رسالة إلى أمه: فإني ما أفلحت عندك ولا هنا، دخلت القيروان بكرة واشتهيت أخذ الولاية ضحوة، وأتزوج بنت السلطان عشية، فلم تساعدني المقادير، فرجعت إلى سوق البز أبيع وأشتري، أبيع ثيابي وأشتري الخبز إلى أن نفذت البضاعة. ويقول في مقامة البغدادية: لما تعبرت مآربي وطابت مغاربي وألقيت حبلي على غاربي وجعلت مذهبات الشعر بضاعتي ومن أخلاف الأدب رضاعتي، فما مررت بأمير إلا حللت ساحته واستمطرت راحته، ولا وزير إلا قرعت بابه وطلبت ثوابه، ولا بقاضي إلا أخذت زيبه وأفرغت جيبه.
رغم هذا الإلحاح الكبير في طلب حظوة والسعي لنيل مكانة بين عدة القوم وصفوتهم، إلا أن الوهراني قد فشل غالبا في اقتحام قصور السلطان في وجود أدباء مرموقين محفيين من مثل الفاضل والعماد. ولعل هذا الهامش الذي انزوى إليه مكرها الوهراني دفعه إلى محاولة مخالفة السائد. نحاول أن نتعرف على هذه أو مظاهر مخالفة السائد عند الوهراني خاصة من خلال برنامجه. الوهراني تمرد على كتابة بالقوسين الرسمية وأنشأ لونه الخاص مستفيدا من المقامات ومن قصص أو من قصص الرحلة إلى العالم الآخر. فكانت المقامات التي خلع عليها أسلوبا متفردا وأطارها بمسحة عجائبية تتيح له مساحات واسعة من الحرية في القول والحكي. إن المنامات محاولة لتجاوز الأجناس الأدبية التقليدية السائدة واستدعاء لما يمكن أن يكون نموذجا أدبيا كان لفترة طويلة يقع على هامش الأدب الرسمي. نتعرف الآن على البعد العجائبي الذي أطرى به الوهراني منامه الكبير واستخدمه قناعا للنقد. الوهراني سعى إلى تجاوز عالم الواقع والمنطق والمألوف بخلق عالم آخر قوامه الخيال والغرابة والإفلات من سلطة السائد. فالأدب العجائبي كما تهديد يجمع الخيال الخلاق مخترقا حدود المعقول والمنطقي والتاريخي والواقعي، ومخضعا كل ما في الوجود من الطبيعي إلى ما ورائي بقوة واحدة فقط هي قوة الخيال المبدع المبتكر الذي يجوب الوجود بإحساس منطق بالحرية المطلقة عن حد تعبير كما تهديد. إذن الحرية كانت ضالة ينجمها الوهراني، فوجد المنام سبيلا مبتكرا اليها. المنام الكبير رحله متخيله الى عالم الاخره، تضمنته رساله مطوله كتبها الوهراني ردا على رساله عتاب من صديقه الحافظ العليمي. جاء في مستهله المنام الكبير: فكر الخاتم بقوسين الوهراني في ليله وصول كتابه اليه في سوء رايه فيها وشده حقده عليه، وبقي طول ليلته متعجبا من مطالبته له بأوطار الهزلية بعد الزمان الطويل، وامتنع عليه النوم لأجل هذا إلى هزيح من الليل، ثم غلبته عينه بعد ذلك ورأى فيما يرى النائم كأن القيامة قامت فخرجت من قبره. ثم بعد ذلك بعد هذا الاستهلاك يختتم منامه قائلا: فلما انتهى إلينا صاح بنا صيحة عظيمة هائلة أخرجتني من جميع ما كنت فيه، فوقعت من على سريري فانتبهت من النوم خائفا مذهوبا. فهذا هو إذن الإطار الذي ارتضاه الوهراني لمنامه الذي تجري أحداثه في اليوم الآخر في ظلال من مشاهد يوم القيامة، مشاهد النار والعذاب والجنة والنعيم. حرص الوهراني على أن تكون هذه المشاهد من يوم القيامة في مفتتح منامه حتى يرى المتلقي منذ البداية في حالة الإنهاش التي تجعله يتشوق لمعرفة مجرى الأحداث وسيرورتها. استفاد الوهراني في نسج أحداث المنام من روافد بلده، أهي التراث الديني في وصف يوم القيامة ومعايشته لوطن عصره وشخصياته، وثالث خياله الأدبي الواسع الذي وظفه من أجل تجاوز الواقع. كله هذا مجتمعا ساعد في إكساد المنام صفة التردد بين تفسير طبيعي وتفسير غير طبيعي للأحداث المروية التي تحدث عنها الظروف في تعريفه للعجائبية. في هذه الأجواء التي صنعها الوهراني متكئا على الغالب على عمله ابن شهيب والمعري، تدور أحداث المنام الكبير يصحبه فيها صديقه العليمي، يلتقيان في هذه الرحلة شخصيات مختلفة أدبية وسياسية ودينية. قدم الوهراني تلك الشخصية كما سيأتي بطريقة تجعل من المتلقي يعتبرها عالم أحياء حقيقي، سواء تلك التي لها وجود واقعي في النص خارج النص أم لا. إذ يرى الظروف لا بد أن يحمل النص القارئ على اعتبار عالم الشخصيات كعالم أشخاص أحياء حتى تتحقق العجائبية في العمل الأدبي. أول سلوك في طريق العجائبية في المنام هو تحمل كل من شخصيته الوهراني الذي لقب نفسه بالخادم تواضعا واستعطافا، وشخصية العليمي
شخصيتين واقعيتين تتبادلان رسائل العتاب واللوح والتبرم من الواقع الى شخصيتين في عالم اخر وقد انقلبت علاقتهما. كان القهراني قبل الرحله يزجي مديحا للعلايري، ثم بعد ذلك كان له الذم والصدام، فكان بالمنام قد اطلق لسانه ليقول ما لم يستطع قوله في الواقع. ان الاحساس بتلك الحريه المنطقه التي يتيحها عالم العجائبيه جعل القهراني يتخذ من المنام قناعا من اجل السائل السياسي والاجتماعي والفكري والادبي باسلوب تهكمي ساخر وشيء عن الاخلاق احيانا. ان ذلك العالم يتيح لمخيلتي الانطلاق بحريه كبيره، واذا كانت هذه المخيله هي منطقه شاسعه تشمل حقائق متعدده فان العجائبي ليس الا هدفا من اهدافها. فكان المنام طريقه للافلات من رقابه المؤسسه الرسميه والضوابط التي تحكم المجتمع، إذ يقدم لنا القهراني صنوفا من النقد اللاذع لرجال الدين والادب والسياسه والنخبه الحاكمه، مستفيدا لمساحه الحريه التي هي اوسع بكثير من تلك التي هي موجوده في سرد الواقعي. من اهم الوان النقد التي وجهها القهراني تلك التي خص بها الصوفيه وطريقه تدينه وتعبده وانقطاعه عن الدنيا. عرف العصر الايوبي تاريخيا بانتشار الصوفيه. أورد المقريزي في كتابه الخطط أن صلاح الدين الأيوبي قد وقف للصوفية دارا في مصر وولى عليه شيخا ووقف عليها أستاذا ورتب لهم في كل يوم طعم طعاما ثم بنى لهم كذا. فبغض النظر عن أن صلاح الدين قد استعان بالصوفية في مواجهة مذهب الفاطمي وفي حروبه مع الصليبيين ومنهم من جاهد معه فيها، إلا أن القهراني نقل صورة الصوفية في صورتها السلبية من حيث تأثيرها في المجتمع. يقول في منامه وهو يصور موقف الرسول صلى الله عليه وسلم: فلما انتهى الى شاطئ المشيعه وقف عندها فتقدمت اليه الصوفيه من كل مكان وعلى ايديهم الانشاط واخيله الاسنان وقدموها بين يديه، فقال صلى الله عليه: من هؤلاء؟ فقيل له: هؤلاء قوم من امتك غلب العجز والكسل على طباعهم فتركوا المعايش وانقطعوا الى المساجد ياكلون وينامون. فقال: فبماذا كانوا ينفعون الناس ويعينون بني ادم؟ فقيل له: والله ولا بشيء البت، ولا كانوا الا كمثل شجر الخروع في البستان يشرب الماء ويضيء ويغير كل مكان. هذه الصوره التي نقلها لنا القهراني في منامه بينت لنا وظهرت لنا هؤلاء المتصوفه الذين لا ينفعون الناس ولا يتعدى اثر عبادتهم حدود خدماتهم، بل قد يكون لهم ضرر ما كمثل ما يفعل شجر الخروع في البستان. وفي هذا السياق علق شوقي ضيف عما جاء في منام القهراني قائلا، وهو نقد مغربي مبكر ومنكر للصوفيه. وربما هذا النقد ليس مبكرا فحسب بحسب شوقي ضيف، بل هو جريء في عصر حكمه الصوفيه وتمكنها لدى السلطه السياسيه. على هذا النحو من النقد للصوفيه يوجه القهراني سياق نقده على مبدا تقوم فيه كتابه فنيه في ذلك العصر. فلقد شهد بدايه الاهتمام، بل العصر شهد اهتماما متزايدا بالبديع، حتى اصبحت الكتابه عند الكثيرين تقوم اساسا على تزيين الالفاظ وطلب الزخرف، طلبا فيه اسراف وتكلف وذلك على حساب المعنى. نجده يقلد من شان رفعه بعيد بن العميد وهو من وجهاء دمشق وكتابها في ذلك العصر. في رسالة بعثها إلى رضوان خازن الجنة قال على لسان أحد شخصيات المنام: هذه رقعة رجل دهان عارف بحل الأصباغ وإنزال الذهب، لكنه جاهل بصناعة الكتابة، ظاهر التكلف فيها، يريد أن يتمم نقص صناعتي ويسطر عوارها بالألوان المشرقة والأوراق المسبغة والتذهيب الرائق المليح، ومع هذا فلا يجوز أن يكاتب بمثل هذه الرقاع إلا قيام معشوقة. انتهت. على لسان ابن رزيق ايضا قال القهراني في رقعه ابن العميد: الا ترى ان الناس توصلوا الينا بالفضل والبلاغه، وتوصل الينا هذا الرجل بلعب البنات بلعب البنات وزخارف الصبيان؟ ولو كتب هذا الكلام الذي في رقعته على فخذ خروف سمين والقي على الطريق لانفت اكرمكم الله لانفت منه كلام. شبه القهراني بذكاء وخبث الزخرف المتكلف فيه الذي بدا يشيع في اساليب الكتاب بين القرن السادس الهجري، كمن يكتب رساله باسلوب رقيق متهالك على رقعه مزينه بالالوان الزاهيه والاصباغ المبهجه، افيستطيع ان يواري ضعف تاليفه بهذا الصنيف؟ لم
الحكم والمقربين من السلطة الحاكمة من نقد الوهراني. فها هو يرمي أحد القادة المشهورين في ذلك الزمان بسخافة عقله وذهابه، وهو وزير الدولة الفاطمية ابن رزيل، فقال هذا طائع ابن رزيل مع سخافة عقله وسكره من خمر الألبان. وبالأمر نفسه ونفسه بالنسبة لمجتهد عصره ممن عرف عنه التدين والورع والاشتغال بعلوم الدين، وقد استعان بفكرة انكشاف سائر الأخلاق يوم القيامة لينال منهم ويسخر من تدينهم ويفحص سلطويتهم وحقيقة مفردهم. ومن ذلك تلك اللوحة القصصية الساخرة عن الفقيه المجير، وهو القاضي الثابت القابض محمي صلاح الدين الأيوبي ووزيره، والمهذب ابن النقاش طبيب نور الدين زنكي وخير. يبعد الوهراني في السخرية من الطبيب المهذب كمثال على ذلك، فقد أورد أنهم وجدوا له 80 صلاة في 60 سنة منها 30 بغير موت. وقد شفع له الموت، هو كالطبيب شفع له ملك الموت وخلصه من العناء بسبب الطريق، وهو أنه كان يساعده في عمله، يقول ما دخل قط إلى عليل إلا ونجزه، يعني قتله، فخلص ملك الموت من الغدور والرواح عليه. كانت هذه السخرية نابعة من هؤلاء القوم لتنطوي على جسارة كبيرة، أفلم يكن القاضي الفاضل صاحب الكلمة المسموعة ومستشار صلاح الدين ووزيره. أمر سريعا إلى مخالفة البنية السادة في تلك الفترة. أنشأ أو أشار في البداية أن المقامة من أهم الألوان السردية، أنشأ الوهراني عدة مقامات، لكنه خالف النمط الحكائي معروف المقامة، فقد كان راوي مقامات همذاني وعيسى بن هشام وراوي مقامات الحريري والحارث بن همام. والوهراني في بعض مقاماته اعتمد في إسناده على نفسه، يقول في المقامة البغدادية لما تعذرت مآله وطربت مغاربه. إذا كانت المقامة النموذج للهمذاني أو الحريري تنبني في عمومها على تقنية الراوي المعلوم الذي مهمته الإخبار ويقف خلفه راوي مجهول إضافة إلى بطل يقوم بإنجاز الأفعال، فإن السارد في منام كبير يتحول من وظيفة الرواية إلى وظيفة إنجاز الفعل ليصبح راويا مشاركا. جاء في مستهل المنام ثم غلبته عينه بعد ذلك فرأى فيما يرى النائم كأن القيامة قامت وكأن المنادي يهم إلى العرض. تتوالى على امتداد المنامات والعبارات والأفعال التي تدل على الإنجاز. وحين يكون الراوي واحدا من الشخصيات يدخل السرد في الحوار على لسانها بالراوي المشارك، وحينئذ يختلف أسلوب السرد من الأسلوب الحر المباشر الذي يتعارض فيه دور الحوار وتقف فيه التقارير السردية. وظيفة إنجاز الفعل تقتضي أيضا أن يكون السرد طرفا في الحوارات التي تضمنها المنى وهي كثيرة. إذا الوهراني قدم بدون أن أسرد لكم بعض المشاهد أو بعض الأمثلة، قدم الوهراني منظورا مغايرا للحكاية يندمج فيه دور الراوي مع دور البطل، فلم تعد الشخصية السردة مرافقة للحدث فحسب، بل صارت فاعلة مؤثرة في مجرياته. بالنسبة لأسلوب كتابة السائد السيد الرئيس، خلف الوهراني أسلوب الكتابة السائد في ذلك الوقت، فلم يحفل كثيرا في منامه الكبير بالنزعة البديعية المسيطرة على كتاب عصره. يميل الأسلوب في منام كبير إلى العفوية والتلقائية والرشاقة وتدفق العبارة في غير مجاراة للسائد الذي قوامه التوسع في استخدام فنون البديع. لم يستعرض الوهراني مهاراته اللغوية ومقدرته البيانية كما حاول أن يفعل ذلك في مقامة بغدادية، بل تضمن لغة شعبية لا يستخدمها منتسب الأدب أو المؤسسة الأدبية الرسمية إلا نادرا، بل إنه تتردد في المنام ألفاظ سوقية هي بمقياس الأدب الرسمي مبتذلة غير دائرة. في الأخير أختم فأقول إن الوهراني قام بصنيعه هذا في المنام الكبير بزحزحة ما كان متعارفا عليه في عصره بأنه مركز إلى الهامش، وقدم ما كان في نظر مقاييس عصره هامشا فصار هو المركز وبؤرة الاهتمام لديه. وإن نهج اختلاف هذا الذي قد سلكه حقق له صيتا بين الناس، ففي رأيي بحسب كيف إن الوهراني لما وجد في بلاد المشرق لما وصل إلى بلاد المشرق وجد كتابا أصحاب كعب العال في الكتابة الأدبية وأصحاب وجاهة ومكانة مرموقة لدى السلطة السياسية، فعلم من نفسه أنه ليس من طبقتهم ولا تنفع صلعته مع وجودهم، فعدل عن طريق الجد وسلك طريق الهزل وعمل المنامات والرسائل.
ولعل أهم من هذا هو ما سقه المخدي كان عن انتشار أعماله بين الناس حين وصفها بأنها كثيرة بالوجود بأيدي الناس. فلما أغلقت في وجهه أبواب قصور الحكام توجه إلى الناس واستطاع أن يحقق شهرة بينهم بعمل هو أقرب إلى الأدب الشعبي موازي مختلف منه إلى الرسم السائد المألوف. فخاطب الناس بفن من صميم واقعه وبلغة هي أقرب إلى لغة حياتهم اليومية، متسلحا بجرأة في نقد ذلك الواقع والسرية منه والتهكم عليه. انفتحت موضوعاته على أنساق ثقافية مختلفة، واتخذ من العجائب التي قناعا بالنقد خلف الوهراني تقنيات الإخبار والإسناد الشائعة في الفنون السردية التي عرف حصرها، ولم يحفل كثيرا بطريقة كتابه لعصره القائمة على الاعتناء بالسجع والتنميع اللفظي، بل اقتربت لغته من لغة الحياة اليومية بين الشعبية أحيانا التي يتجنبها عادة الأدب الرسمي. شكرا لكم وأعيد الكلمة للرئيس. شكرا للدكتور مدني على هذا على هذه المداخلة المقدمة. الإبداع تجاوز أو لا يكون، كانت المداخلة في هذا المضمون أن الوهراني استطاع أن يتجاوز المألوف، تجاوز المألوف. إذن الإبداع تجاوز للمألوف، وقد استطاع أن يتجاوز طريقة الحكي وطريقة السرد السائدة في وقته من خلال المنامات التي تفنن الأستاذ في يعني عرضها وتقديمها مرة أخرى. شكرا للدكتور، شكرا للأساتذة جميعا الذين تداولوا على هذه المنصة في هذه الجلسة الصباحية، أشكرهم جزيل الشكر. الآن نصل إلى ختام هذه الجلسة التي ستكون بعدها مناقشات. الآن فرصة للطلبة، خاصة للطلبة، لتقديم أسئلتهم للأساتذة حول ما استمعوا إليه في هذه المداخلات القيمة. إذن الكلمة للطلبة، تفضلوا. طبعا الأعمال من خلال المناقشة نحاول نعم إيه.